حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور عماد البشتاوي. أهلا بكم دكتور إلى الاستوديو. رافدين قتيلين وعشرات من الجرحى هي حصيلة للمواجهات اليوم مع قوات الاحتلال، إلى أي مدى ترى أن الرد الصهيوني كان عنيفا على تصويت الجمعية العامة برفض القرار الأمريكي بالأمس؟ هو ليس فقط كرد على القرار اللي صدر عن الجمعية العامة، وإنما الاحتلال الصهيوني يحاول منذ صدور القرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإسرائيل تحاول أن تخيف الشعب الفلسطيني وتحاول أن تمنعه وتبعده عن خطوات تصعيدية، لأن الخطوات التصعيدية اللي يقوم فيها الشعب الفلسطيني تثير التعاطف معه دوليا وعربيا وأقليميا، وهذا إسرائيل لا تحبذه. إسرائيل تتمنى أن تتصاعد الانتفاضة ثم تهدأ رويدا رويدا مع مرور الأيام والأسابيع القليلة القادمة، ولكن الرهان الشعب الفلسطيني أن تستمر هذه الأمور، لأن مرة ثانية هذا الاستمرار وهذا التصاعد الانتفاضة يقودنا إلى مزيد من التعاطف، وأكيد نتيجة امبارح كانت هي ثمرة من ثمار هذه الانتفاضة اللي ممتدة منذ 3 أسابيع. يعني بعد هذا القرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر هذا القرار على مجلس الأمن حول القدس؟ وهو القضية ليست قضية قانونية، وحتى القرارات الصادرة عبر كل تاريخ صراعنا مع إسرائيل سواء كان صادر عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن، إسرائيل تضرب بها عرض الحائط في جميع مراحل وجود إسرائيل، وبالتالي لا نعول الآن على تدخل حقيقي وقوي أو استخدام مواد خاصة في موضوع اللي هي إجبار إسرائيل على الالتزام، لكن ما يفيد في موضوع البعد السياسي أو الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية نعول عليها اللي هي مزيد من التعاطف مع من قبل الرأي العام ومن قبل الأنظمة السياسية، وبالتالي هذا يدخلنا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إقناعها سياسيا وليس قانونيا، إقناعها سياسيا بقبول التسويات، وهذا كان واضح من خطاب من لقاء اليوم الرئيس أبو مازن مع الرئيس الفرنسي، وكان واضح الموقف الفرنسي المعارض والمخالف تماما لخطوات ترامب الأحادية، وكانت الرؤية واضحة من قبل القيادة الفلسطينية والفرنسية أنه يجب البحث عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية. هناك من يرى بأن أمريكا والكيان الصهيوني أصبحا في عزلة دولية بعد الإجماع الدولي ضد القرار الأمريكي، إلى أي مدى توافق على هذا الرأي؟ هذا كان واضح حقيقة، والتصويت يدل دلالات صحة على أنه إسرائيل وأمريكا تقف في خندق أمام العالم، وهناك دول متأرجحة اللي هي ممتنعة عن التصويت، لكنها عمليا هي ضمنيا تقف، وممكن مع الزمن إما أن يستميلها الفلسطيني أو يستميلها الأمريكي. إذا هذه الدول ممتنعة، ممكن أن يكون هناك العمل على استقطابها إما من جانبنا أو من الجانب الآخر. نعم، ترامب وضع نفسه في زاوية العزلة الدولية وكأنه يتحدى العالم، وحتى الاستراتيجية الجديدة اللي طرحها دخل الآن أو ترامب يسرع الآن في عملية ولادة النظام الدولي الجديد، يسرع الآن في استقطاب العداءات، وكأنه الآن متخصص الآن في جلب الكراهية والعداء لأمريكا في كل أنحاء العالم، سواء كانت الدول العربية أو الشعوب العربية أو الصين أو روسيا أو الدول المجاورة لأمريكا. يعني منذ ظهوره كرئيس وحتى قبل ذلك منذ دعايته الانتخابية، عمليا ترامب يرفع شعار أمريكا أولا، وكأنه يحاول أن يتحدى العالم ككل، وبالتالي يظهر أمريكا أنها حتى لو كانت منفردة وحيدة لا يهم العالم. وحتى نعم، مع هذه العزلة التي وضع ترامب أمريكا بها، هل من الممكن الاستفادة من هذه العزلة فيما يخص اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ومنع اعتراف أمريكا أو تراجع أمريكا اعتراف أمريكا عن هذا عن اعتبار القدس عاصمة للكيان؟ هو تراجع لن يتم، هي ممكن أن تتم الآن عملية تأجيلات، وهذا ممكن خلال سنة 2018 اللي هي بعد أيام تنسخ العام الجديد، ممكن أن يدخلنا الآن في حالة من المماطلة في نقل السفارة. الآن قرار اتخذ، لكنه الآن افتتاح السفارة بشكل رسمي ممكن ومتوقع جدا أن يمتد حتى لنهاية ولاية ترامب ولا يقوم بهذا النقل إلا إذا كان في آخر أيام ولايته الأولى، لكن عمليا ليس متعجل على النقل، لكنه هو حاول أن
يثبت لإسرائيل أنه أوفى بوعوده ويثبت للب اليهود أنه أوفى بوعوده. الآن هل نستطيع فلسطينيا وعربيا؟ هذا متعلق بجزئيتين مهمتين. أولا فلسطينيا ترتيب بيتنا الداخلي حقيقة، وهذا يجب تفعيل عملية المصالحة وتفعيل حقيقي وليس شخصي وجذري. ثانيا يجب أن يكون لنا عمقنا العربي المساند. إذا كان هناك خلل في البيت الداخلي الفلسطيني وإذا هناك ثغرات في محيطنا العربي، حقيقة لن نستطيع أن نجني ثمار لا ما حصل في الجمعية العامة ولا حتى التعاطف الشعبي والدول اللي عم نشهده في الأيام والأسابيع الماضية. نعم الدكتور عماد البشتاوي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.